subscription platform. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي. وصلوا وكالنك وحبر الشذاء قلم education platform وكالن إلكترونيكا أو مودرن التكنولوجيا دلوقتي فإذن هي أرضية الصومالية. أنا هو عبد الحليم حاج صالح شيخ يوسف وكفر حسن هاي إن هنكمل نقض برياشة كالينك وحبر شد القلم مدو وحبر استا وحاو كتيري إنك بدن طوان سنو وخبرة وحام بحين دونا ما ديدان تربية عشر كنوه هرأيو أي ما ترمنين القاضي إنه والتربية الإسلامية كتاب كني وكتاب كل حد وهاوك كوبية هاي لح شن وحده أما شن عتب شن داس عتب عتب كي وهاوك كوبية هاي سيدا أرجدون إنه تدوا عشر عتب كوهر أي ما أنت إنه قاضي إنه عشر كيس كوهر وسورة التكوير سورة التكوير waxaanu ka baran doonaa marka ugu horeeyso suuradan inaan faahfaahino oo faahfaahina inuu ka bixino faahfaahintana laga rabo wax kale ma aha arday waa in magaca suurada inuu naqaano kadibna inuu ognahay wax loogu bixiyay suuradan magaceeda oo ah liwurudi ismu takwiri fiha لورود اسم التكوير فيها وحالوغتنا حلايا أو كسو أروري مقاع التكوير سورة دا مكان نزول كيذينا برانو وحي كسو دكتي مكة المكرمة آيات كيذينا برانو تلاذ سورة التكوير آيات هذو أميسة لاباتن يساقال آياتات انتا كديب سورة دو سيقوتو حيفرين ايكو بلابن يساء إنه كشاكيسو مالد قيامو يوحا أهوال أهي نباتة دعيسو وحاركينا إذا الشمس كويرت قرح ذي مركي لدودوبة حديقه مركي صوداتان بورها مركي لسعود سيو حاليه قيلة ها دلمد جوغي مركا او كتاقو او سارك حليقو او قيلة او جي عليها وحليقو هاش اي دل ربطو xilligaas in geeli uu iskaga tago ninkii qowsaarka ahaa dugaagii la soo aruriyo buurihi badihi dab uu ka kaco nufuustii la lamaaneeyo liisweydiiyo gabdhihii nolosha loogu xabaalay sababta loo dilay bini aadanka acmaashiisi iyo lasoo hordhiga suxuftii qorax xidig markii la duuduubo samadii نارتي مركي إلى شدو جنة مركي سوء لواتو جنة مركي لسوء لواتو كدي بوحو إغان دون تانفتو وحا إي سميسي اللاو دارانا يا رسالة مركي دنب أو سورة دن إي حمبارسان تاوحيتا هاي إن إلهي أو عدد يو دادكي قالد آها إي دي دنا نبي محمد إنو نبي محمد وياه نبي صحة أو فرين لو سوء ديبي وحي وحي جنو ملك الجبريل وصول ليبي ملك الجبريل ويهي ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين نبي محمد نؤوسن أهين قفوالا وقال ذي قريشة وحيد أهين محمد ومجنون إله وحوليه وما صاحبكم بمجنون ما أه صاحبك مدوالا وحيقنا وإله وصول ليبنا ما أه متكب بخيلا وإذن شيئي سببتو أهل قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم ويهي حريص عليكم بالمؤمنين الرؤوف الرحيم مركو أودن بيسان إله وحدتك وعدينا يا قرآن كان إنو يهي ذكري دتك الله تلقى لي قفكي دونا نقول استوسيو مشي أذي إلهي نأيك حق بدنته مشي أذي بني أذنك معاني الوفردات كانوا برنين وحيتها كلمتك وعد أكو ويرد
ومع معناه ذو ما حي قرح ذي مركي للدو دوبه وي جمعة الأروري ولفت الأروري وذو بنورها نور كذي نوا للتي قول وإلهي وكذي قرح لعنة دون كان مجدي النغض إن كدرت بمعنى وحاوي تناثرت مركي صوت دعاته إسم هذا كصوت دعاتان حديه سيرت مركي اللي اللي هي بوره ماله أي تجناين أو أي صعدان العشار وحالي هذا النوق الحامل حشة حامل هذا حشة المها على وش يفكس الدعاء وحالي هذا العشار عطلت بمعنى وحاوي قوسار كيو إسكيته حشرت دواقي الله سواء أروري وإذا الوحوش حشرت حشرت بمعنى جمعت الله سواء أروري سجرت وإذا البحار سجرت بمعنى أوقدت فصارت نارا أيذي وحارق دونا سعرت يوحي سلمي ذا سجرت ودب إنه نقطة وحي الله شذو الموؤودة وبنت التي تدفن حية خوف العار والفقر لقن قريش أو حاجر تأيل هيد الموؤودة وحاوية عربتها وحي لهيد لقنها قفك هذه أي كبر للاتو إنو كبري ونلاشا وكؤاس أساقو كبقية لاومت فقري جاجو أو بحياة من سنين كبرها إنه سنلاش وحبك سكرني صوتها نلاش هذا حكول سنين دع يباب يدولن يبدو مرك مدوليسه أو غير مجليسه أو دجال مقاديسه أيضا إن لا بيليرتها مرك فقر يا سيد الله على رأيه أما هذيك له كبدي ويبكر عيني سايو أوري يلني سايو بلا شريعة أو إلى لين تدي يو هالشيء جديد أنا ينوع وحكة عبسونا ينعب ذات سوى مركا هدي وويل جبر ودلته بحسبين جرين جبر إني حبالان وإذا الموؤودة سئلت مركا سورة الكويرة وحنو شيء جسا جبره لنا للحبالة إن السويدين دانوا بأي ذنب قتلت محله ودري وإذا الصحف نشرت مركا لك هينو نشرت بمعنى فتحت صحف الأعمال وبسيطت إلا فرفرو وقف الباع ماشي سيلا صهر ديو وحا أسميه كشطت وإن بوريه مقاركي اللي قبحي سيد الله قبحيني سمضي وإذا السماء كشطت كشطي وحاوي شيئا إلا مقارسيو سعرت يوحا اسكو معنا سجرت بمعنى أوقدت وأضرمت نارا دب مركي اللي قبحيني أزلفت مركي سود واتواي زلف كوات سود واتشه الخنس فلا أقسم بالخنس أيوله إلهي مو كرارنا الخنس الخنس وامحي والنجوم حدقوي حدقها سو رارتي قرصومو هبين كينا صوبح حدقها أصلا بس اللي يقانو هبين كينا صوبحان مركي قراحة يعد عيد إفتين كيادو أير هذا خنس مركو حالي هذا كواس هبين كينا أركو الجوار الكنس سيدو كالعيغان وحاجر يحديقو ميرياشو ذو كميريستو أولي رادة الكنس بمعنى وحا أي صوبحان أولا أركا في النهار إذا طلع أقوى برقية أركي ساعد عيديو برانكا ستاينا أركي ساحديق كواسنا كنسا لرادة عسعس بمعنى وحاوي وكلمة اللبض أريب النقطو سودواشها يسيفوغاشها اللبض ووي معنى سا عسعس والصبح إذا تنفس أقمركو كلا دلاحو بضنين بمعنى وحاوي أي ببخال نبي محمد ما إذن كقرصنا يا وحلوزو ليبي ما قارنا يا أو السجل اللي حجعله ما هاي سنا يا ما نسمين كربو إلى وحليها ولو تقول علينا بعض الأقاويل وحنكو مدرسا كرو حنك بري بكرو ونبي محمد فرنت وسو قد بي عشر كينا ما تبركو حينو كبرنينا كو عرنت كوبات يعني كبرنينا سورة التكوير وحاوي الله سبحانه وتعالى إن قرح الأضو الدوبي دونو افتين كيدا نقولتك دونو عرنت اللبات يعني كبرنينا وحيتها هاي سورة التكوير
إلهي سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى إن حديها وصود دادين دونه صمدوا كصود دادين دونه كدي من يقود دادين دونان لنعكسته أرنس دحد إنه كبرنا إنه سورة التكوير عشر كين ما أنت أرضي وحوي إن إله بوره وسيب دونه وكذا قاجين دونه ما إله أجوعان أدون كذا نلا كل كنا لا قاعد دونه أفر وحنا كفى إيدينا ما أنت قيامه إن إله وصو أرورين دونه دواج الوحش دواج قال هذا ويسجر البحار بضهن أدب وكذا لندونه إلا أيك قرآن شن وحنا برنا هنا أرضي سورة التكوير هنا بريسا الله سبحانه وتعالى إن ما أصار ورندونه وحي إسله لن الأمثال وإذا النفوس زوجت نفر نفت له هذا ولا صار ورنيا مؤمن كان مؤمن بالله صار يا قال كانوا حلال صار يا قال كان قف بقفكي وجعل هذا أو كذا هذا ليه أدومها وحلو يدين دونا ذنوب تودي أي سمايان سيدا قبله نرش اللو عصي ورن والسويدين يا قبلها تصالو ويومئه أعماش ورن والسوري سنيا ينشر صحف الأعمال وراقضهنا ولا صار ورنا يا وقدم بين أرضي وحنو كبرنا سورة التكوير دونست على إن تعمد هارو نعدي أدون كنا وسكبه كرين دونست إلهي وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين أدبا أردي عشر كينا وحاول نويدين يا سؤاله سؤالها زينو كوذ الجوابين سؤال شكوبات سؤال شكوبات وحاول ليها عشر كينا ما موضوع هذه السورة صورة موضوع أي كشي كيني سوامحي أردي صورة وحي كشي كيني سا جملة من أهوال يوم القيامة جملة من أهوال يوم القيامة ما أنت قيامة هل استيذ أيك شكي نساء جملة من أهوال يوم القيامة أي سورة دني كشكي نساء والسؤال شكو بات جوابت هذا سؤال شلوات ما الموؤودة وما حي مدلنا للعاس الموؤودة وحلنا التي تدفن وهي حية وقبله أيضا نول لعاسي أوكي عشي سيد حد حلية سورة التكوير وحيك شكي نساء جملة من أهوال يوم القيامة فأي هذه الأوال يؤثر في نفسك أكثر من غيره سورة وحيكو بالله وتقرح ذي ولدو دوبي بوريه يصعدي بضيه يدب ككعين يلجريه يجيلس كعرري وحي دواقة هاي الله سوء أروريي وحا صورة أذي مديكو ساميسي حدبا أنو وحا إساميسي بركة حديها إي صوداتان حديها صود هذا الشذوذ وإذا النجوم كدرت وحيسامي وإذا النجوم كدرت حديه وصود هذا نيو أديك مركب مديكو سامي سي وإذا النجوم كدرت هذا هو مديكو سامي سي أدو شك أفر إلهي سبحانه وتعالى وحو آيادهان كشيغي بوراه وحكو دعايو أو إذا الجبال سيرت أحبوريه مركي لسعد سيئ وقد ذكر في صور أخرى أمور أخرى تقع لها أيضا أذكر ثلاثة من هذه الأمور وحال شيء
بورها سورة تقول وحشك تين إلهي سعد سين دونه أو ميلها إيه هاد كرة كبيرين لقد أقاجين دونه قرآن كوحا كسو سارتا ميلها كلي أو بورها أيغن الوغو شيغي أيغو هولا كلي كنا عايا وحا سوق هذا نايا أنيغا هل تسالو آيات سورة المرسلات كجرتو أول الأهيسو وإذا الجبال نصفت وإذا الجبال نصفت هذا بارد يو أذيغنا وحا سوق هذا آيات كلي وعدين يسو بورها وحا لغو سمينا يو مالة قيامة هذي أذيغا أودي ويسو لك عشو والد كذا أما معلن كذا إسكولك هو قرتي هذا هو حين سوق أنا قيبت لوات سؤاله إني عشر كيمانتا سورة الكويرات صح صار هذي صح أنت هاي هذي خلط هاي نخلط صار ما أنت قيامه قرح ذو حي أهانسا يوم القيامة ما أنت قيامه قرح ذو حي أهانسا تكون الشمس كما كانت في الدنيا الدنيا سيدك أهد هذا هو خلط يوم الآخرة maalinta qiyaamo tasqutu nujumu xidigu way soo daadanayaan min samaa'i samada ka soo daadanayaan tatanaathar fi kulli itijaah wa sah wa in soo qaadano wa idan nujumu ka darajay ilaahay buuraa makasiibaayo oo kamal fujinayo meelaha ay ku yaalaan buuraha wa khalat waxaanu soo baranay wa idal jibaalu suyirat buurihi la socosi afar yawmul qiyaama geeli raacinigi geeli jiraha wuxuu iloobaya halihi oo jecla annuqul xawaamil waliba xilliga dhalayno caanaha laga helaya waa sax iraadatu linsaani mashiati tahta mashiati khaliqihi doonista alle ii doonista bin aadanka waxa weyn doonista alle doonista bin aadanka waxa ku dhex jirta doonista alle ay ka hooseysa waa sax wa ma tashauna illa in shaa allah rabbul alamin ugu dambeyntii ardayay aayadaha quraanka waxay ku soo arooreen umumkooda inay cadeynayaan risaalada nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam inay ahayd li jamee'in nas dadka dhan in loo soo diray wa ma arsalnaaka ila rahmatan lil alamin marka uhaddidu al ayat allati tadullu ala dhalik wa dhkur ayatayn ukhra tadullu ala dhalik waxa sheegtaan laba aayadood oo kale oo quraanka ku jirto oo cadeynayso nabi maxamed laba aayadooda ka araba waalidkaada ama macallinkaada tarbiyada ku dhigo weydii waxaa dhahdaa macallow waxaa noo sheegtaa laba aayadood oo ka duwan suuratul kuwirad aanan ku jirin oo cadeynaya nabi maxamed fariintiisa inay tahay fariin dadkoo dhan loo soo diray laba aayadooda idinka rabaa arday macallinkiina la kaasha tarbiyada ama waalidka xaafada la kaasho labo waxaa ku soo arooray aayadaha in la radiyo oo la diido qofka ku jajeeso rasuulka sallallahu calayhi wasalam dagaalada quraysh nebiga way ku jajeeseen oo waxay dhaheen waa majnuun majnuun waa ay dhaheen ilaahay ayaa diiday oo wuxuu yidhi wamaa saaxibukum bimajnuun وما صاحبكم بمجنون ورنا محمد ما مدوالا بمجنون وعلى الدين نبي محمد وحاوي نبي الله صدر سري أردي عشر كيني كوبات cutubkii koobaad suuratu takwiir ahaa cashirkeenni maanta intaasuu noogu egyahay waa cashirkan iyo cashirka ku xiga insha allah waxaan idinla dardaarmayaa in aad si fiican usoo dhugataan oo aada soo akhrisaan cashirkaas si fiicanna oo usoo jawaabtaan ayadihii aa idin dirayna aad ka soo shaqaysaan insha allah asalaamu calaykum.